ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر صبرك إلا بالله ولا تحزن إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.